بدأت طبعا المبادرة العظيمة، مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحمد لله إحنا مطمئنين إن إحنا على المسار الصحيح. مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية المجتمعية اللي حضراتكم شايفينها دي أولوية قصوى للحكومة المصرية مهما كانت الظروف والتحديات، ومستمرين في تنفيذها في خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. النهاردة قوافل مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء وجامعة طنطا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المرافقين للجولة. الحقيقة بيشرفنا تواجد ثلاث مبادرات من أهم مبادرات مؤسسة صناع الخير، وهي مبادرة عينيك فينا مكافحة مسببات العمى بكل الغرف الكشف والعلاج والفحص والأدوية وصرف النظارات الطبية بالمجان، وأيضا مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى قدم السكري والحد من البتر. وده الحقيقة بتقدم خدمات لآلاف المرضى برعاية كريمة ودعم من وزارة الضمان الاجتماعي والدكتورة نيفين القباش. بنتشرف أيضا بتواجد مبادرة لمصر، المبادرة الخاصة بالعلاج الأنيمي والتقزم، مبادرة لمصر بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي. النهارده بنتشرف ان احنا موجودين في قافله طبيه موسعه فيها 17 تخصص طبي من جامعه طنطا ومؤسسه صناع الخير للتنميه ومديريه الشؤون الصحيه. النهارده احنا معانا عدد من الاساتذه المتخصصين من جامعه طنطا في كل التخصصات الطبيه. ماذا بعد القافله الطبيه؟ احنا هنعمل داتا بيز للعيانين ونبدا نحول بعض الحالات على المستشفيات الجامعيه في جامعة طنطا لتقييم الحالات وعمل قرارات علاج نفع الدولة، وكمان بنطلع بعض قرارات العلاج من رئاسة مجلس الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء.